النجمه نهاد السباعي، مرحب بيكي ومنورانا. اهلا وسهلا، ميرسي، ربنا يخليك. مبروك المسلسل وان شاء الله تكسري الدنيا ان شاء الله. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا. كلمينا على الكواليس بقى، يعني مين كلمك؟ قريت الورق الاول ولا وافقتي ولا ايه بالظبط؟ هو انا الحاج احمد كلمني وقال لي في مسلسل، بس انا كنت عارفه ان المسلسل ده من السنه اللي فاتت، يعني كان المسلسل ده عن، يعني كانوا مكلميني عليه من السنه اللي فاتت، فقلت له انا جاهزه وهاجي اصور وانا عارفه اوريدي عن المسلسل، وبس كنت بخلص مسلسل في لبنان وجيت على تصوير على طول. يعني احنا طبعا انت باللوك الشخصيه محجبه وطلع، كلمينا على الشخصيه اللي انت بتعمليها في مسلسل المحارب. شخصيه انجي، هي ومحارب المفروض بيحبوا بعض وبيتجوزوا، بس بيحصل لهم ظروف يوم الفرح، فما بينفعش بيحصل، عايزين نحرق قوي، بيحصل لهم ظروف، ما هي ظروف فبيفترقوا لبعض الوقت وبعدين بيرجعوا بعض تاني. انا شايف ان انت بنت بلد او فتاه من منطقه شعبيه. انت عملت حاجات زي كده كتير قوي، ايه اللي مختلف بقى؟ والله انا بحاول على قد ما اقدر ان انا كل مره يجي لي فيها ادوار بنت شعبيه ان انا ابقى اخليها مختلفه عن الدور اللي عملته قبل كده. او دايما دلوقتي بقى عندنا علشان التيك توك والانستغرام والحاجات دي، انك انت تلاقي بنت شعبيه زي ما كنا بنعمل، ان هو لازم تبقى بتطجن في كده. الكلام ده مش حقيقي خالص دلوقتي، بالعكس انت بتشوف على السوشيال ميديا ناس شعبيين بس بيتكلموا كويس جدا، نطقهم كويس جدا، مفيش كده. كل بنت شعبيه ليها شكل وطريقه ولبس وكلام بشكل معين وكل حاجه. انت طقوسك ازاي لما تخشي دور جديد؟ هل بتنزلي تجيبي لبسك بنفسك ولا بتستني الستايلست هي اللي زي معانا استاذه مونيا فتاح واستاذه كبيره وانا اشتغلت معاها كذا مره وطبعا لا يعني هي اللي بتشوف اللبس وكده. طيب قولي لي، بالنسبه للسينما بالنسبه لك ولا الدراما بتبقى المحببه للقلب؟ السينما طبعا، السينما تاريخ طبعا. اكيد طبعا اكيد. طيب في حاجات تانية في رمضان بالنسبه مع المتحده ولا هو ما عنديش وقت اعمل اي حاجه، ما عنديش وقت اتنفس حتى يعني كان نفسي ان شاء الله تتعوض السنه الجايه. احنا عارفين طبعا الظروف اللي انت مريتي بيها كان صعبه، وصعبه على اي حد بيمر بيها، وبتطلعي بتعملي حاجات زي ما نقول السوشيال ميديا بتبكي الناس وكلها الناس بتتابعها، فاحنا كلنا قلبنا معاكي وهي الحياه كده مفرقه يعني. الحمد لله الحمد لله. واحنا طبعا كنا معاكي في الازمه بتاعتك دي، وانت كنت مسافره واحنا كنا يعني واقفين معاكي كل اليوم السابع وكل المتحده، فان شاء الله يبقى ازمه وتعدي ويبقى الحزن في القلب بس. الحمد هو لله. هو الفنان كده يبقى حزين من جوه ومجروح ويقدم للناس اللي هو حاجه تبسطهم وتمتعهم. الحمد لله الحمد لله، الشغل بيلهي والشغل مهم الحمد لله. جرح في القلب. قولي لي، في سينما ولا لسه دلوقتي دراما بس؟ هو دلوقتي سيزون رمضان، انت عارف الحاجات دي بتبقى سيزون شويه يعني، اتمنى ان شاء الله يا رب قريب. انت رمضان بيفكرك بايه؟ بيفكرني بايه؟ بيفكرني بلمه العيله. بيفكرني بايه؟ بس تمام. في حاجات معينه في رمضان حققت حلو كان وشها حلو عليكي؟ هيبة رجل غراب اما نزل في رمضان، وزيت، دول اكتر حاجتين يعني حسيت ان هم فرقوا معايا جدا لما نزلوا في رمضان. اشكرك جدا نهاد ونورتينا على تلفزيون يوم السابع، وان شاء الله معاكي بعد نجاح المسلسل يبقى برضه نبارك لك باذن الله ان شاء الله.